استلم ترجع ورا مره تاني اسامه محمود دونجا على شماله لاحمد سامي ماشي احمد سامي يلعبها على حدود منطقه الجزاء لرمضان ترجع الكوره مره تاني محمد صادق فخري لقاي لخبطه زحمه دربكه لكن من جديد محمد صادق خلصها مش ممكن تاني رمضان جول 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 اول اهداف اللقاء اول الاهداف مصطفى فتحي صناعه رمضان صبحي الهجمه من بدايتها ومن اولها تنبئ وتخليك تتوقع كده انها قربت وبالفعل مصطفى فتحي وكأن الكرة اللي فاتت اللي ضيعها من شوية كانت بروفا كانت تجربة لمصطفى فتحي لكن بعدها على طول بأقل من دقيقتين او ثلاث دقايق يسجل مصطفى مفيش اوف سايد مفيش اوف سايد اسلام عيسى لمسة واحدة روعة لرمضان اللي يصلح الكرة لمصطفى فتحي وبشماله على طول قدم يسرى لا تعرف الرحمة وركنها مصطفى ببطن رجله يا ولد ببطن رجله وبدقة كبيرة جدا في الشباك الأسوانية يفتتح التهديف ومحمود صلاح كرة تاني محمد حمدي مفيش اوفسايد في جول في هدف لسه بقول لحضراتكم ان بيراميدز وجد الشفره ووجد الطريق للمرمى الاسواني وينجح حمدي في تسجيل الهدف الثاني نزل كبديل نجح في التسجيل بعد اختراق جديد لدفاعات زهره الجنوب يسجل محمد حمدي بعد نزوله بدقائق قليله جدا وبسيطه جدا ينجح نشوف يتواجد فين شوف 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 مفيش اوفسايد مفيش اوفسايد على الاطلاق والصناعه المره دي من مصطفى فتحي ولا مين هو مصطفى فتحي يبقى مصطفى سجل اول الاهداف ويصنع ثاني الاهداف للبديل محمد حمدي هدف واسيست لمصطفى اللي تالق برضو احمد الشناوي وانقذه هادي بالحاج حطها على الارض ومشي بالحاج وديلسون ورأسيه جول 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 يعود اسوان يعود في الدقيقه 93 لكن كاموني ده كان لازم يبدا من البدايه ده ديلسون كاموني ولاموني وينسوني وكله ده كاموني وديلسون يعني شوف الكوره اللي ضغط فيها وقطع وهو اللي بيحاول اللي أنقذها محمد حمدي زكي لكن ديلسون قال له اوعى بقى سيبني بقى سيبني أسجل راح مجرب ومتابع كورته بنفسه وعلى مرتين ديلسون كاموني يسجل أول أهداف أسوان في هذه الفترة